بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هذا خليته يعتزل اللعبة. أوكي معه تذكرة المعركة الباس ريال. صراحة الخطة دي كريهة مع برق مع صار مع جدا يعني مستفزة. ظريف حسن عدلي طالب بالجامعة شكله ما شاء الله عليه. طيب هذا مظهر البرج باس رويال. طيب عندي 1080 جوهر، إذا كان في يعني مفروض أشتري بهذا الحساب، بس اشتريت بحسابي الثاني والثالث. مفروض اشتري بهذا الحساب يعني واحد من الاعلام ذي. يلا حلو الراية ليش لا، وماله خل نشوف دغري اشتراه عنده. هذه غريبة ذي. طيب عندنا ناس يقدمون ساكتين، أول ما تجي يطلعون. حلو 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 حلو، روعة الأمير، روعة بخمسين بس والله يستاهل صراحة. الحين إيش طريق الأساطير؟ يلا بسم الله. ودي أجهز تشكيلة كذا، خطة من خطط التوب مثلا أنسخها، بس نشوف الوضع بال بيكا والمقبرة بعدين نشوف. رجعنا لخططنا ورجعنا ل هذا مظهر الكريسماس. لا هذا وضع غريب والله، كل مباراة بلعب صار الخصوم كذا كريسماس. والله غريب، والله غريب. مشكلة يا ليتهم سهلين، يعني لو كانوا سهلين كانوا ما كان عندي مشكلة، بس يكونون مضادات ومستفزين زي ما تشايفين. والله يعين هذا صياح، وفي بلاء. الصياح اللي سواه الآن في بلاء والصياح. الله ياخذك، أجبرني ألعب السياف هنا. أنا كنت ألعب ناوي ألعب السياف ورا البيكا، بس قدر الله وما شاء فعل. حول ولا قوة إلا بالله. استفزاز استفزاز، الله ياخذه. استفزاز في استفزاز، ناقصنا بعد صيني يطقطق علي. الله المستعان. مرة قلق من طاد الهيكل ذا، مرة قلق، مرة كريه، مرة لعين، مرة حقير، مرة تبن. الله يلعنه بس. مدفع مستوى واحد. المشكلة من طاد الهيكل مع الفارس مشكلة. Z
زيه زي المقبرة مع الفارس. وما يهي بس مشكلة مطاد الهيكل ذا، والله مشكلة صراحة ما له حل قريبا، يعني رسميا نقدر نقول ما له حل، ما له حل أبد. حسبنا الله ونعم الوكيل. مع البرق ذا بالأخير أقسم بالله عطبها وخربها، مرة دمر المعنوية صراحة، مرة كذا أودك تقفل اللعبة وخلاص، يعني جدا يعني مرة سيء 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 سيء. ضربة البرق ذي خلاص تحس أنها ضربة على راسك يعني من جد. يا أخي منطاد الهيكل يا ناس، والله منطاد الهياكل ذا، بالون الهياكل والله كريم من ألعن ما يكون، أقسم بالله ودي أحطه بالخطة بس ما أعرف كيف بالضبط، بدال إيش ما أعرف، بدال هذا والله يمكن الله يلعنهم، بس الله يلعنهم يسلطون علي ذولا يعني الأشكال هذه. نشوف والله يمكن تصير خطة رهيبة، يعني تعديل رهيب على الخطة، سبحان الله ما تدرون. شوفوا كيف، وين الأسهم؟ وين الأسهم؟ وين؟ يعني مش بالعادة يعني، يا الله شايفين كيف الكلاب؟ والله العظيم استقعاد، استقعاد بالحركات ذي. أنت يعني الآن وين الأسهم؟ لا تسأل، لا تسأل الناس وين هذا وين هذا. الله يلعنهم بس، تخلص من مدفع يجيلك هذا. الله يلعنهم بس، الله يلعن أبوهم، يلعن اللي جابوهم، يلعن لعبتهم. والله العظيم إنها لعبة لعينة، ومعه فالكري لا تنسون. يا الله بس والله العظيم مرة كذا اللعبة مرة مرة تو ماتش، والله والله مرة تو ماتش. الله يلعن أبوها لعبة، وضع مرة معفن كذا، ويلعنها لعبة يعني من جد، يعني تخريب في تخريب يعني. الفالكري ليش عشانك تلعب مقبرة؟ مشكلة يعني التشكيلات هذه لا ينفع معها لا مقبرة ولا منطاق. الله يلعن أبوك يا شيخ، الله يلعن كلام أصلك، الله يلعنهم بس. حيوانات حيوانات حيوانات، كلاب كلاب اقسم بالله يكفرون يكفرون يكفرون. وين عن شكلك، وين عن شكلك الكلب، وين عن امك. انا ما اعرف يعني ايش قاعد اتكلم زي كذا، بس مره من جن مره من جن مره اللعبه مصيبه معي، ما ادري يعني كل مره يعني كذا، كل مرة استقعاد واستكلاب مليون مضاد. ما تعرف يعني ايش اللي ممكن ينفع، اختصار Thank you.
زق كلب 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 لعين لعين ابن كلب ابن كلب ابن كلب خنازير لعبة خنازير لعبة خنازير أقسم بالله لعبة خنازير كلاب 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 لعبة مليانة كلاب زي هذا الله يلعنهم بس الله يلعنهم والله العظيم هذا اللي طفشني من هذه اللعبة لعدة أسباب يعني مو بس هذا لوجود أيضا ألعاب ثانية ممتعة أكثر والله العظيم إنهم كلاب قسم بالله استلموك يعني مباني تسلا مدفع فلن يعني أنت الآن مثلا إيش ممكن ينفع ضد هذا ما تعرف يعني مقبرة المفروض هي الحل بس يصير معه فالكري يصير معه زلزال الله يلعنكم يا شيخ لعبة لعينة لعبة لعينة لعبة لعينة قسم بالله خلاص يعني مهما حطيت صور جديدة مهما حطيت مظاهر جديدة الوضع هو مياو مياو مرة سيء مرة سيء والله والله مرة سيء والله لعبتكم خلاص إلى الطريق المنحدرة يعني والله الله يعين ما أدري بيجيني برق ولا لا قوة إلا بالله يعني تكمل إذا كان في معه فالكري بعد يعني والله عاد شوي ساحرين الاثنين بيكا الله يلعن أبوكم يا شيخ الله يلعن أبوكم يلعن أبو لعبتكم على أبو اللي جمعكم أنا صرفت كثير أنت الآن يعني إيش ممكن تسوي ما في حل وسط يجي لك برج نار يجي لك اثنين بيكا هذا النظام بهذه اللعبة المعفنة ما في حل وسط ما عندهم حل وسط الله ياخذهم بس الله ياخذهم لعبة الله يقلعهم لعبة حسبنا الله عليهم لعبة ما أدري وش عنده مفاجأة بعد الله يستر لعنة الله عليهم لعنة الله عليهم حلو لعبة الجذع والله روعة مضاد الهيكل مع البيكا والله رهيب في أمل في أمل صار واو أقسم بالله شيء مرة قهر أقسم بالله قهر لعبة مرض لعبة مرض لعبة مريضة والله حسبنا الله ونعم الوكيل ما أعرف يعني إيش ممكن مش ممكن إيش ممكن أسوي يعني أوكي نسوي زي كذا لين نشوف الموضوع لا إله إلا الله مشكلة ما أعرف نزل فالكري من طاد هيكل مع المقبرة مع بعض يمكن تزبط الله أعلم ما زبطت والله العظيم إجرام أقسم بالله لا حول ولا قوة إلا بالله والله جرام روعة 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 تمت 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 لا 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 شكلك يلعن شكلك يا فصعون اعوذ بالله 118 ما اعرف انا متقدم بس طبعا ومعه ميني بيكا معه البيكا اي غلطه انت مودع
يا الله كيف ويلعن وما ادري ايش سوى. ما تسحر كهرب قطع شكلك. وهي العنها هذه نينا ذي الله يقطعها. بس ما ادري من يطلعون لي الاشكال هذه. حول ولا قوة الا بالله. بس ابغى افتك من المباراة. تكفى. لا ابلع ابلع حقير او حقيرة ما ادري ايش. اعوذ بالله. بس كلاب كلاب اعوذ بالله اعوذ بالله. لا اخلاق لا زبالة. لعبة صايرة زبالة من كل النواحي. أعوذ بالله. أي حظ هذه لو قبيت أكيد يعني ما في حظ كثير. مين هذا من كينج محمود؟ المفروض أنه طلع. طيب طيب شكله يعني يعني المحادثة ملخبطة. لعبة سيئة اللعبة سيئة اللعبة سيئة اللعبة سيئة. أي من بيكا وبيكا يعني هذا الرد من برج نار من مدفع يكون بعدها بيكا ومني بيكا وكرة نار ساحرين. يعني صراحة ما تدري يعني تشكيلات ما يمشي معها المنطاد ما يمشي معها العملاق أكيد. ما أعرف حل الليل. ممكن حفار يعني ممكن ألعب بطريقة الأساطير مع المقبرة بيكون شيء يعني في خطة في خطة في يمشون مع بعض أكيد. أنه يعني إذا كنت متعقد من المباني متعقد من السلسلة نعمل المنجم مع المقبرة أكيد يعني حلول مباشرة. ما أعرف يعني اللعبة يعني يمكن أنتم تحسون يعني الظاهر أنكم أنتم يعني حتى نفس الشيء يجيكم نفس الإحباط إذا لعبتوا. بس طبعا أنا قاعد أسجل وقاعد أتكلم وقاعد أعلق فيبين يعني من صوتي يعني. أما أنتم يعني أكيد يعني يا تضربون طاولة يا تصرخون يا يعني تضربون أخوانكم الصغار. الله بس يعني تجنبوا إيذاء الأبرياء. ما لهم يعني ذنب المجتمع الأقارب الأهل ما لهم ذنب بسوء سوبر سيل وإدارة سوبر سيل وألعاب سوبر سيل ونظام مباريات كلاش رويال. السلام عليكم ورحمة الله. ما أعرف يعني ممكن يعني أغيب يعني يومين ثانيات بعد هذه المباريات لين أفكر يعني بال يعني بس يمكن نسوي تصويت يعني مثلا على خطة معينة. ما أعرف ما أعرف أشوف مثلا التشكيلات
تشكيلات المحترفين العالمية مثلا، تشكيلات التوب. هذه أحد الحلول يعني أكيد. والسلام عليكم.